تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. في بداية كل برنامج أول شيء لازم أرحب بالطاقم الموجود معي، معي في الإخراج محمد الصفار صباحك ورد، ومعي في التنسيق مير الخفليط صباحك ورد. أم خليفة شخبارك؟ وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، مثل ما قلنا لكم البارحة زميلي محمود إن شاء الله بيكون موجود في تغطية خارجية إن شاء الله اليوم، نتواصل معه في الحلقة بعد الفقرة الأولى من الحلقة إن شاء الله. أذكركم برقم التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. طبعا مثل ما دائما نقول هالبرنامج هو برنامجكم، وهذه قنوات التواصل عشان ترشونا اقتراح، ملاحظة، شكر، شكوى، أي شيء حابين توصلونه لهيئة الصحة بدبي، أو اقتراح تحسونه ممكن يساعد في تحسين أي من الخدمات الموجودة في هيئة الصحة بدبي أو في الإمارات بشكل عام، فتواصلوا معنا. عندكم سؤال طبي، استشارة طبية حابين تأخذونها، طبعا دائما أقول ما نقدر نقدم استشارة طبية كاملة على الهواء، ولكن نجاوب على الأسئلة الأكثر شيوعا، ممكن إجابة السؤال تفيد عدد كبير من المستمعين اللي يستمعون إن شاء الله للبرنامج. مثل ما تعودتوا دائما وأبدا في برنامج إن برنامج صحة وسعادة يطلع عندكم كل يوم على قناة نور إذاعة نور دبي من الساعة 10 للساعة 11، لكن اليوم إن شاء الله هو آخر حلقة لصحة وسعادة لهذا الموسم، يعني إن شاء الله في الصيف ما راح نكون موجودين، شهر 7 وشهر 8 بنرجع لكم إن شاء الله في سبتمبر بالحياة، الله يعطينا وياكم طول العمر إن شاء الله، ونتلاقى على خير في شهر 9. كانت سنة ما شاء الله جميلة، ما بقول سنة طويلة، يعني لما واحد يكون في البرنامج مثل برنامج صحة وسعادة وبتواصل المستمعين كانت سنة قصيرة صراحة، يعني ما نحس بالأيام وهي تركض فينا، وإحنا مستمتعين بتقديم البرنامج صحة وسعادة. أنا بس أتمنى نكون خفاف عليكم خلال هذه السنة، إذا قصرنا مع حد أو غلطنا على حد سامحونا، وإن شاء الله نرجع لكم إن شاء الله بشكل جديد بروح جديدة إن شاء الله. فعندكم إن شاء الله شهرين ترتاحوا من البرنامج، بدل ما كل طول الوقت نقولكم إكلوا لا تأكلون مو زين، بس أنا أوصيكم على نفسكم إن شاء الله في خلال هالشهرين إلى أن نلتقي على خير في شهر سبتمبر، حافظوا على نمط الحياة الصحي قدر الإمكان. إحنا في البرنامج عطينا وايد نصايح طول السنة وحنا ننصح كل يوم، ممكن ترجعون حلقات البرنامج على اليوتيوب موجودة، حافظوا على نمط الحياة الصحي. ترى في النهاية دائما أقول لمرضاي وأقول لنفسي وأقول لعائلتي، نمط الحياة الصحي يفيد الشخص أولا وأخيرا، الطبيب ما يستفيد، المذيع ما يستفيد، المنظومة الصحية ما تستفيد، لكن أنت تستفيد. إذا أنت استفدت رح ينعكس على كافة عائلتك، على كافة المنظومة الصحية بعد هذا. فموضوع أن أنا ألتزم بنظام حياة صحي ترى يا جماعة مو شيء صعب، ومو شيء معناه أن أنا لازم ما أكل، لازم أنا أحرم نفسي من كثير من أشياء، بالعكس التزام بنمط حياة صحي معناه أنا أكل، أنا أبا أعيش حياتي بالشكل اللي أحبه، ولكن أحاسب كمية الأكل وأضيف نوع من أنواع النشاط الرياضي في نظام حياتي اليومي عشان أكون صحة وسعادة أكثر. الحين مثل ما تعودت دائما يكون عندنا دراسة بسيطة صغيرة بداية البرنامج. دراستنا لليوم ترى شو تقول؟ تقول ابتكار أول كبسولات للإنسولين. ابتكر أطباء من جامعة هارفارد الأمريكية أول كبسولات للإنسولين يمكنها البقاء دون تغيير خلال رحلتها عبر المعدة، لتعطي الجسم الكمية اللازمة من هرمون الإنسولين. طبعا احنا مشكلتنا كان مع الإنسولين، الناس دائما تسأل ليش الإنسولين عن طريق الإبر، لأن للأسف حمض المعدة يعني يهضم الغلاف الكبسولة للأدوية، بالتالي الإنسولين يتأثر بحمض المعدة، لكن هالدراسة تقول إن كبسولات إنسولين تكون موجودة وهالكبسولات ما تتأثر بحمض المعدة. يقول
سمير متراغوردي مسؤول فريق البحث اللي طور هالكبسولان، إذا تناولنا الإنسولين عن طريق الفم فعلى جزيئاته التغلب على عقبات عديدة قبل الوصول إلى الدم. ابتكرنا ما يشبه سكينة سويسرية فيها كل الأدوات اللازمة لحماية الإنسولين من جميع العوائق التي تواجهه. محضر الدراسة مسؤول فريق البحث متراغوردي قال الأطباء والمرضى يحلمون منذ زمن بعيد بإمكانية تناول الإنسولين عبر الفم مثل الأسبرين وغيره من الأدوية، لكن إلى الآن لم يكن هذا ممكنا لأن إفرازات المعدة والإنزيمات التي تهضم البروتينات تحلل جزيئاته قبل أن يمتص في الأمعاء. لكن علماء جامعتي هارفارد وكاليفورنيا في سانتا باربرا تمكنوا من حل هذه المشكلة بمساعدة غلاف مقاوم لهذه الإنزيمات. متراغوردي قال بعد أن الاختبارات على الفئران المخبرية كشفت أن مادة تدعى السائل الأيوني وهو عبارة عن خليط من أملاح لا تحتوي على الماء تساعد الأنسولين على اختراق الحاجز بين الأمعاء والأوعية الدموية، ويستمر مفعول الكبسولة مدة 12 ساعة ويمكن تخزينها لمدة شهرين في درجة حرارة الغرفة. ويأمل الفريق العلمي في أن يجتاز ابتكاره جميع الاختبارات السريرية خلال فترة قصيرة ليطرح بعدها في الصيدليات. طبعا ما شاء الله لما أنا قربت هالدراسات في الصحة وسعادة أشوف كيف العلم قام يقفز قفزات هائلة في علاج أمراض إحنا فعلا محتاجين فيها مثل هذه القفزات. يعني الناس اللي عندهم سكري من سنوات يذكرون كيف بدأ الإنسولين بحقن، تكون الحقن زجاجية كانت قديمة مؤلمة جدا والإبرة تكون كبيرة، بعدين تطور إلى حقن بلاستيكية والإبرة أصغر، بعدين الحمد لله تطور الموضوع إن فيها حاليا بعض الأقلام للإنسولين وسوي الإنسولين بعض أنواع الإنسولين مدتها طويلة، بالتالي الشخص مو لازم يأخذها أكثر عن مرة في اليوم. والآن هناك طفرة جديدة أو ابتكار جديد إن الإنسولين ممكن إن شاء الله يقدم عن طريق الكبسولات. طبعا العلم يطمح يوما بعد يوم ان اي الاشياء او الادويه او حتى العلاجات الجراحيه تكون اقل يسمونها اقل انفيزيف ليس انفيزيف، يعني شو؟ يعني مو لازم يكون في ابر، مو لازم يكون في حقن، مو لازم يكون في قص، بالتالي يحاولون يخلون كل شيء مثلا بدينا اول شيء في الجراحات مثلا كان اول شيء عن طريق السكين ويكون جراحات كبيره بعدين انتقلوا لي المنظار، والآن كثير من الجراحات تم عن طريق الليزر يعني حتى ما يكون في جروح. فهذه القفزات اللي يقفز فيها العلم. ممكن وايد من الناس تسأل ليش إيش معنى السكر؟ يعني لاحظتوا أن خلال مشوار صحة وسعادة ذكرنا أكثر عن دراسة تطرح علاجات لمرض السكر، سواء كان تطعيم اللي طرحناه قبل كم من يوم عن تطعيم اللي مخصص للسل ممكن يساعد في علاج السكر النوع الأول، وقبل شي قلنا عن علاج الخلايا الجذعية اللي الحين طبعا قيد الدراسة لكن بيكون ضمن يعني إن شاء الله نأمل في القريب العاجل يعني يدخل حيز التنفيذ إن الخلايا الجذعية سوف تعمل مكان البنكرياس لإفراز الإنسولين، بالتالي مريض السكر ما يحتاج إنه يأخذ إنسولين خارجي. والآن هناك الكبسولات، لأن مرض السكر إحنا دائما نقول هالكلام هو عبارة عن مرض مزمن صحيح، حالة حال الضغط، حالة حال الربو، حالة حال ارتفاع الكوليسترول، لكن مشكلة مرض السكر أن يأثر على كل أعضاء الجسم حتى ترى للناس اللي سكريهم منتظم. يعني إحنا دائما نقول مريض السكر السكر حيأثر على وظائف الجسم سواء كان منتظم أو غير منتظم، لكن طبعا الغير منتظم رح يأثر على وظائف الجسم بشكل أسرع. بعض نذكركم بعض أعضاء الجسم اللي تتأثر سريعا بمرض السكر: شبكية العين طبعا، الأعصاب، القدم، الكلى، كل هذه تتأثر بشكل كبير بمرض السكري. عشان شي تلاقون دائما الدراسات موجهة لمرض السكر إنه شو في علاجات له، كيف ممكن نحمي الناس من الإصابة بمرض السكر، كيف ممكن نعالج السكر وغيره وغيره وغيره. وللأسف احنا في الإمارات عندنا نسبة الإصابة بالسكر شوي تعتبر مرتفعة، النسبة قلت ولكن نحن نطمح انها تقل اكثر فاكثر. والموضوع يا جماعة ترى مو صعب، العامل الوراثي ندري ان العامل الوراثي موجود، الله يحفظهم بهاتنا وامهاتنا وجداتنا، كثير منا عندنا ابو ام مرات عمات وخالات كلهم مصابين بمرض السكر. الجينات والوراثة عامل موجود ولكن هو فقط 20% من اسباب الإصابة، 80% يرجع لكم الى نمط الحياة اللي احنا عايشينه. فلنحط دائما مثل ما يقولون الاعذار على
انه والله في عائلتي انا عندي كلهم مصابين بالسكر. النوع الاول نعم احنا ما لنا تحكم فيه لانه عن طريق الجينات ما اقدر اتحكم فيه، ولكن النوع الثاني المنتشر بكثرة عند الكبار فهو هذا انا اقدر اتحكم فيه. التزم نمط حياة صحي، اسوي الكشف الدوري. في عندنا كشف دوري نقوم به في العيادات مرة كل سنتين، نكشف فيه عن مختلف الامراض اللي تكون عندكم، والموضوع مو بصعب ولا ياخذ وقتكم. مهم جدا ان اقوم بالكشف الدوري المبكر. ليش؟ اكتشف الامراض في بدايتها، دائما في بداية المرض يكون علاج بسيط ونتيجة او مخرجات المرض تكون عندي افضل. لما اكتشف السكري في بدايته، يعني لما يكون معدل السكر التراكمي عندي شوية مرتفع وانا صايم شوية مرتفع السكر، اقدر اعالجه ببساطة بنمط الحياة الصحي من غير تدخل دوائي ترى. وهذا ممكن، واحنا عندنا مرضى أنا صراحة يعني لو أذكر ما أذكر ما يحصل حاليا أسماءهم، ولكن مثال يحتذى به في التطور اللي صار في حياتهم مع مرض السكري. يوصلون للعيادة والسكر التراكمي عندهم كان ممكن 10 في البداية، لكن ما شاء الله الحين أقل عن 6.5. مرض السكر، مريض السكر يعرف أنه لازم يكون السكر التراكمي عنده 6.5 إلى 7 على إذا كثرنا عشان يكون السكر منتظم. إحنا الحين راح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راح يكون عندنا تغطية من بعض ورش العمل التفاعلية الخاصة بالتوعية بقانون الهيئة الجديد وهيكلها التنظيمي وكل المسجدات الخاصة بالهيئة. ففاصل وراجع لكم. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أولا بأرقام التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. نظمت هيئة الصحة بدبي مؤخرا مجموعة من ورش العمل التفاعلية والتعريفية لمسؤولي وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والإدارات والتخصصات للوقوف على طبيعة المهام والأدوار الجديدة في ضوء الهيكل التنظيمي المستحدث الهيئة، وذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي. خلال ورش العمل التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتختتم أعمالها الأحد المقبل، قام كل مدير تنفيذي للقطاعات المختلفة بتعريف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام التابعين بالأدوار والمسؤوليات والاختصاصات التي أكد عليها القانون الجديد للهيئة وهيكلها التنظيمي، إذانا بمرحلة جديدة تحشد فيها صحة دبي جميع إمكانياتها للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة ومستويات عالمية تنافسية لخدمات الطبية. الآن ننتقل لبث مباشر إن شاء الله من ورش العمل وبعض تصريحات المسؤولين. معانا عن طريق الهاتف محمود يوسف وفريق الإعداد. صباحك ورد محمود. صباح الخير دكتورة ندى، وصباح الخير على جميع المستمعين مستمعي إذاعة نور دبي. إذا نحن نتواجد هنا في الورش التي قام بها قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ورش عمل منعقدة تركز على تحديد أوجه ومسارات العمل داخل الهيئة في ضوء القانون المستحدث والهيكل التنظيمي المستحدث اللي ذكرتيه دكتورة ندى. إذن اليوم كانت هنالك كلمة وزيارة لورشتي العمل اللتان تقامان الآن في فندق الرافلز بوافي. أكد معالي حميد محمد القطامي من خلالهما على حرص الهيئة على تمكين موظفيها من أدوات ومقومات المرحلة الجديدة التي تشهدها والتي بدأت بتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله باعتماد القانون رقم 6 لعام 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي، واعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار رقم 18 لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة. إذن معالي حميد محمد القطامي لفت إلى أن هذا التحول ضاعف من التحديات اللي تواجه الهيئة، كما ضاعف من المسؤوليات وأدوار الأدوار يعني كل الموظفين. الهيئة تثق في قدراتهم وحرصهم على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المطلوبة. أنا معايا دكتور محمد الرضا
موجود هنا معاي باخذ معه تفاصيل هذه الورش. اليوم نحن اعتقد اليوم الثالث دكتور اذا ما خاب ظني. الحين الدكتور محمد الرضا ناحيد، انت تغير المسمى الوظيفي مالك، شو صار؟ مدير مكتب اداره المشاريع. مدير مكتب اداره المشاريع. اليوم نحن نعيش في هذه الاجواء الآن، يعني هذه زيارة بعد كذلك لمعالي حميد محمد القطامي يتواجد معنا هنا. طيب دكتور، الآن مع هذه الورش لقطاع الاستراتيجية، يا ترى تعطينا نبذة سريعة عن أبرز ما تضمنته هذه الورش. صباح الخير أحساد المستمعين. صباح الخير دكتورة ندى. صباحك ورد. طبعا تعرفوا مثل ما شرح اخوي يوسف انها ثالث يوم للتعريف عن الورش الهياكل التنظيميه بهيئه الصحه بدبي. طبعا الورش هي متصله اتصال كلي بالقانون الجديد اللي اعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعلان عصر جديد لهيئه الصحه بدبي من خلال قانون جديد. طبعا القانون اللي قبله كان في 2007 وهذا القانون الجديد يأتي ويقارب 10 سنوات بعده في 2018. من انبثق الهيكل الجديد أو الهيكلية الجديدة لهيئة الصحة، مثل ما تعرفين دكتورة هيئتنا فيها ما يقارب 13,000 موظف. هذا 13,000 موظف تعريفهم بأدوارهم الجديدة بالمهام الوظيفية الجديدة يتم عن طريق هذه الورش. هذه الورش بتكمل معنا أيضا يومين زيادة في الأسبوع القادم. عندنا اليوم التعريف عن الهياكل لقطاع معالي المدير العام، قطاع التأمين، وأيضا قطاع الخدمات الطبية المساندة. جميل. كانت هناك يعني ملاحظات كثيرة على أن يقولون أن الهيكل ضخم والهيكل فيه العديد من المؤسسات، ولكن هذا الهيكل تم العمل عليه لسنين، يعني أكثر من سنتين أعتقد، وهنالك يعني تنظيم حي، ما يعني معظم القطاعات كانت متواجدة والعمل مستمر، ولكن الرؤية المختلفة اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي هي التي استدعت مثل وجود هذا الهيكل. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ طال عمرك الهيكل تم دراسته بالتأني، وحتى القانون تم أيضا دراسته بالتأني كبيرة. بدأ العمل عليهم اثنينهم من قبل عامين. تم دراسة أيضا دول متقدمة كثيرة مثل سنغافورة وأيضا الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأيضا مدن مقاربة إلينا متجانسة بطبيعة دبي. ولكن أنا بقول لك الهيكل هذا يمكن يلبي احتياجات إمارة دبي والدولة أيضا بطريقة يعني سلسة. صحيح أن كثير من الإدارات تشوفها موجودة، يعني الإدارات السابقة موجودة الآن، ولكن اختصاصاتها تغيرت، قطاعات جديدة أيضا كان مثل ما يقولون ما لها يعني شخص مسؤول عنها. العلم الحديث أو الطب الحديث يقول لك لا، يجب أن هذه الإدارات يكون لها راعي أو يكون حد أكاونتبل على أساس أن تمشي الأمور. في مرات كان عندنا بعض الأوفرلاب أو بعض عدم الوضوح أن هذه الشغلة لبيوسف ولا للدكتور محمد، الآن لا، اتضحت الرؤية. وهذا كله إن شاء الله إن شاء الله أنا في اعتقادي بيكمل معنا مو للعشر سنوات القادمة، للعشرين سنة القادمة إن شاء الله. دكتور الآن ذكرت هناك بعض القطاعات الجديدة اللي دخلت في الهيكل الإداري، يا ترى هل هي لها علاقة بتوجه إمارة دبي نحو المستقبل، نحو الذكاء الاصطناعي، نحو استراتيجيات طباعة ثلاثية الأبعاد، يعني كثير من الأمور اللي تسعى لها حكومة دبي لتعزيزها في المستقبل؟ فأنا أريد أتكلم عن هذه المسألة، الهيكل الإداري كيف ساهم في أو سوف يساهم في تطوير القطاع الصحي وانعكاسه بشكل إيجابي على قبل ما أقول على مجتمع إمارة دبي وعملاء هيئة الصحة في دبي والصحة في دبي، أبغى أتكلم حتى كذلك على الموظفين العاملين في القطاع الصحي، كل هذه الأشياء. بتشوفه في كل وصف وظيفي لكل إدارة ولكل مكتب سواء صغر أو كبر، يعزز ثقافة الابتكار في المقام الأول والاستشراف للمستقبل، وأيضا تطبيق هذه الخدمات، لأن نحن ما نبغى نتكلم عن الابتكار كشيء يعني كحلم فقط، لا، نبغى نتكلم عنه كتطبيق. الآن أصبحت أسهل العملية،
يعني انا اذا بجيب ابتكار باكر مثل ما تفضلت الذكاء الاصطناعي. الان انا عندي الاخت فريده كمدير تنفيذي لقطاع الخدمات الطبيه المسانده. اخت فريده تعالي، هذا الابتكار موجود في العالم، انا ما اسيب شيء من عندي، ولكن يجب ان نحل نوفره للساده المتعاملين مرضانا، نسرع الخدمه، نوصل الى سعادتهم، وبالتالي هذا الحوار اصبح اسهل واصبح المسار واضح. دكتور يعني انا شاكر لك يعني هذه التوضيحات، وشاكر لكم هذه الورش اللي موجوده، وبرجع لك ندى. ندى اذا الحين هم ماخذين بريك تقريبا الجماعه في الورش هذه. بحاول ان شاء الله بعد الفاصل، ندري عندك فاصل بعد ثلاث دقائق يمكن. بعد ثلاث دقائق، فبعد الفاصل بإذن الله نحاول أن نأخذ أكثر من مقابلة، أكثر من شخص ممكن أن يعرفنا على أكثر على هذه الورش اللي يعني لاحظنا أن من خلال أن مسؤولين وموظفي صحة دبي يأكدون على أن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة عطاهم مساحة واسعة ومرنة لتعزيز روح العمل الجماعي اللي عندهم، اللي مثل ما ذكر الدكتور محمد أنه تتوافق مع أهداف المرحلة المقبلة ومقتضياتها، اللي بتفتح المجال أمام إسهامات المبدعين والمتميزين من موظفي هيئة الصحة بدبي. إذن يعني في منشآت طبية بيرتفع الأداء المؤسسي فيها، في عندنا إن شاء الله بتكون بعض المراكز الصحية والمتخصصة والعيادات اللي بتشتغل كذلك على استثمار القانون الجديد للهيئة زين، وهيكلها كذلك لرفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات لتحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم. أنا مستانس وايد أن حلقتنا الختامية في هذا الموسم نحن منختمها مع مستقبل هيئة الصحة، عرفتي كيف؟ منكمل على هذا المنوال، منحاول نستضيف بعض الموظفين وناخذ بعض منستطلع آراهم، منستطلع يعني توقعاتهم المستقبلية، وأيضا منحاول كذلك من خلال الفقرة اللي بعد الفاصل نشوف كذلك إذا في حد من المدراء كذلك ممكن أنه نشوف توجهات المستقبلية كذلك. يعني في ما شاء الله عدد كبير من الموظفين، وهذا الجميل في الموضوع أن هيئة الصحة قدرت أنها تجمع هؤلاء الموظفين، تشاركهم القيادة العليا، تشارك الموظفين في عملية رسم وتوضيح الصورة إذا كانت صورة غير واضحة بالنسبة لهم، أنهم يوضحوا لهم هذه الصورة، نحن وين رايحين، شو ما نسوي، القطاع الصحي شو متطلباته، الحكومة شو اللي ترجوه من الموظفين أنهم يحققونه. صحيح أخليك تطلعين فاصل إن شاء الله، ونرجع لك يا محمود إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أعزائي المستمعين، إن شاء الله إحنا رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل بثنا الحي وتغطيتنا للورشة التعرفية بالهيكل التنظيم الجديد لهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا معاكم مرة أخرى عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل على 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006. قبل الفاصل كنا بادين نقل الحي وتغطية لبعض الورش التفاعلية والتوعوية بقانون هيئة الصحة الجديد والهيكل التنظيم الجديد. نرجع مع زميلي محمود من قلب الحدث. محمود صباحك ورد مرة أخرى. زين اي ماسك على الهواء. اوكي هلا يا محمود تفضل. يا اهلا وسهلا مره ثانيه دكتوره ندى، وشكرا لك على هذه الفرصه كذلك لنقل هذه الفعاليات الجميله في هذه الورش التي تقام حقيقه لتعريف موظفي هيئه الصحه بالاتجاه الذي تتوجه له الهيئة مستقبلا. أنا سامحيني يعني بستدي اللقاء شوية مع الدكتور يوسف محمد عبد الرزاق البسكي، مدير إدارة التعليم الطبي سابقا، واليوم شو صار الدكتور نفسه ما تغيرت، كنا نتوقع أنه ممكن تكون قطاع خاص للتعليم الطبي في
قطاع كامل للتعليم الطبي موجود في الهيئة. ولكن اليوم دكتور يعني أنا سامحيني، أنا عندي دكتور عدنان هنا واقف لي على رأسي وقاعد يخربطني، هذا على هو بس لازم أقول له تلعش يروح عني بس شوي بعيد. زي دكتور يوسف، اليوم وجود مثل هذه الورش اللي تقام حاليا في المؤسسة، وأيضا ضرورة تعريف مثل هؤلاء الموظفين بمثل هذا التوجه الجديد، يمكن كانت المسألة شوية مش واضحة لمعظم الموظفين، لكن اليوم نحن نتحدث عن وضوح، عن مشاركة، عن تعميم على جميع الموظفين، عن الرؤى المستقبلية اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي. فخلنا نتكلم بشكل عام عن الهيكل التنظيمي الجديد وأيضا عن إدارتكم كذلك، أين سوف تتوجه؟ وهذا صحيح، يعني الأمور ما كانت واضحة، فكان يجب أن طبعا يوضح للعملية في فهذا كان من الضروري. وفعلا يعني الورشة كامل عملها وتأجل واجب، فإحنا وتوضع الأمور في كثير من الأسئلة من الحاضرين عن يعني الأمور المستقبلية كيف وين ماشي وكيف نتطور. أما بالنسبة للتعليم الطبي عندنا في طور يعني وضع استراتيجية لتعليم الطبي في الإمارة، فهذا إن شاء الله راح يعني ننتهي منها في آخر السنة. هذا الخلاصة، إحنا يتغلنا طبعا تطوير وتطوير الأداء، تحسين الأداء للأطباء من خلال طبعا حالي وتدريب. نحن عندنا يعني معانا التعليم والتدريب التخصصي، هاي احنا نقوم التعليم الجامعي ما بيكون من اختصاص هذا والسنة الامتياز. ففي شيء جديد حاليا احنا دخلنا فيه هو بحوث طبية، هذا لجانة خاص ومهم جدا، وهذا هذا الجزء من عملنا يعني انا اعتبره تقريبا من اهم هذا الخطة المستقبلية، هل يفتح مجال جديد للمواطنين لطباء المواطنين والخريجين من الجامعين، فهذا يفتح مجال بالنسبة لهم، وهذا حتى يعني تحول المجتمع من مجرد يعني استعمال المنتج اللي جاي من خارج الدولة لمنتجين نفسهم. هذا مهم جدا وضروري أن يكون في مركز للأبحاث، وهذا اللي نسعى إليه. دكتور يوسف البسك مدير إدارة التعليم الطبي، نحن شاكرين لكم، نتمناكم التوفيق، شكرا جزيلا. إذن معالي حميد محمد القطان المدير العام لهيئة الصحة بدبي أكد حقيقة على الدور الكبير للتعليم الطبي، ومثل ما ذكر دكتور يوسف ذكر أن المسألة سامعيني لأن هني المكان وايد في إزعاج وكذا، لكن أحاول قدر الإمكان ما أدري إن شاء الله الصوت يكون واضح. فشسمه المدير العام أكد طال عمرك على أن يكون هنالك مستقبل واضح وكبير في عملية إعداد الأطباء، ومثل ما ذكر دكتور يوسف أن يكون هذا المجتمع منتج بدل ما هو يستقطب بعض القدرات من الخبرات، لا نحن نكون منتجين من صحيح. داخل المجتمع، وان نحن قادرين ان نعطي ونزود او نرفد هذا القطاع بالكوادر الطبية والصحية اللي الحمد لله يعني نحن عندنا في هيئة الصحة العديد من الأسماء الكبيرة، ليس على مستوى الدولة ولا مستوى المنطقة، الحمد لله وصلنا على مستويات عالمية، وصار عندنا براءات اختراع كذلك عالميا، وصارت عندنا بعض الطرق تسمى طرق علاجية تسمى بأساليب دبي للعلاج أو الطرق دبي لعلاج الصمام التاجي أو طريقة دبي في علاج القلب وغيرها من
غيرها من المواضيع الأخرى. اليوم دكتورة ندى، يعني أنت فاتتش الورشة، بس أنت عندكم أعتقد يوم الأحد إن شاء الله نعم بتكونون إن شاء الله القطاع الخاص فيكم إن شاء الله. فقلنا أن معالي حميد محمد القطامي أيضا من خلال كلمته الإيجابية والتشجيعية لموظفي هيئة الصحة بدبي على ضرورة تقديم أكثر ما عندهم وضرورة أنهم يستوعبون المرحلة القادمة، وأيضا أن الهيئة سوف تقدر هذه الجهود وهذه الطاقات اللي ستبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. كل هذه جعلت يعني معظم التعليقات، لأن هنالك في ورش العمل أو قاعات العمل هنالك مسوين مثل شغلة جميلة، هي تقنية جميلة، أنك أنت ممكن من خلال التواصل عبر أبليكيشن أو تطبيق موجود تقدر تكتب فيه اللي تكتبه، يكون يعني لايف شات أو محادثات على الهواء، أي تعليق عندك على طول تحطه زين. نعم. من غير ما يكتشفون منو اسمك ومنو كذا، بس هي تطلع عن طريق هذا النظام اللايف شات أثناء الورش، يعني معظم الناس يعرفونه هذا النظام، ولكن يعني هذه تعطيك نوع من الأريحية، نوع من الشفافية كذلك. صحيح. فشكرا لقطاع الاستراتيجي على توفير مثل هذا النوع من التفاعل ما بين الموظفين، ما بين المسؤول، ما بين مدراء الورش هذه. فكانت يعني شغلة جميلة جدا، احتفالية جميلة والله. أنا أشوفها يعني أشوف هذه الروح الجميلة ما بين الموظفين، هذا اللقاء الجميل. بعد يعني في موظفين إيداد انضموا لنا، في أيضا موظفين يعني تطور مسارهم الوظيفي. في ناس يعني عندهم تحديات كبيرة أنه ممكن يتطرقوا لها. هذا الحضور المكثف من مدراء القطاعات والإدارات والمسؤولين والمختصين يعني أكيد أوجد مساحة واسعة نقدر من خلالها نحقق الاستثمار الأفضل إن شاء الله في الكفاءات والخبرات اللي تسخر فيها الهيئة في إداراتها، مستشفياتها، ومراكزها الصحية وعياداتها الطبية. أيضا عطتنا يعني فرصة لتكامل الأدوار والاتسام ب يعني روح الفريق الواحد. نعم. والتفاؤل والإيجابية مثل ما يقول أخوي هني يوسف سعد موجود معي. يوسف خلي ما دام أنت موجود دخل، بما أن اليوم آخر حلقة عندنا وأنت جزء. نعم. من هذا البرنامج، خليني أسمع رأي يوسف في هذه الورا، شو رأيك بالشورة؟ أكيد تلمي عليه بعد هذا. أكيد تفضلي يوسف، صباحك ورد. صباح الخير دكتورة، صباح الخير أعزائي المتابعين والمتابعين. يعني أنا أحب بس أشكر جميع المتابعين لبرنامج صحة وسعادة، وأشكرهم يعني إن هم دائما جميع الملاحظات التي كانت تصلنا منهم كانت تعرفنا كثيرا في إعداد البرنامج الذي يعني نحرص دائما على أن يلبي تطلعاتهم في المرحلة المقبلة وفي الموسم القادم إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لي ورش العمل دكتورة، يعني صراحة الأجواء، هذه الأجواء يعني أنا حابب أوصف الأجواء فقط. أجواء التفاعل، أجواء الإيجابية، أجواء الإقبال واستعجال المرحلة، يعني جميع المسؤولين والموظفين مقبلين ومتشوقين للعمل والخطوة الجادة المقبلة. نعم. يعني مش محتاج ان انا اسهب في هذه الرسالة التي قدمها محمود وتفصيلها، لكن معايا دكتورة ندى زميلة نور نزال. نور نزال. نور نزال. نعم. ومعايا حسني، حابين بس نوجه رسالة ودعوة للأعزاء المستمعين الكرام. أكيد أكيد، هذا فريقنا. نحن صدمنا نور شوية بس نور، يعني نحن اليوم آخر حلقة في الموسم. أبغى أتكلم يعني قاعدين نستقبل مثل هذه الورشة اللي فيها تطلعات نحو المستقبل. اليوم بسمعون صوت المعدين اللي موجودين عندنا. نور خبرين عن أول شيء
رايك في هذه الورشه بشكل عام، وايضا عن تجربه صحه وسعاده هذا البرنامج الاذاعي اللي اللهم لك الحمد يعني حقق جماهيريه لا باس فيها في مستمع الامارات، وايضا شو تحبين تقولين للمستمعين؟ تفضلي. السلام عليكم. هلا يا نور. اهلا اهلا. أول شيء بخصوص الوركشوبس تبعون اليوم كانوا كتير مفيدين إلنا عشان نعرف الاستراتيجيات تبعت الهيئة. بخصوص حس صحة وسعادة بتأسف إن شاء الله يكون المواضيع عجبت الجمهور، وإن شاء الله نكون على حسن ظنكم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية في الموسم اللي آخر يوم في هذا الموسم طبعا، يعني أنتوا طاقم صحة وسعادة الجميل اللي يجهز الحلقات، وأنتوا جنود المجهولين في البرنامج، شاكرة لكم. Thank you. شكرا زميلة نور نزال. هني بعد معايا أستاذ حسني البلاونة، واحد من المعدين، وأيضا أستاذنا الكبير في هيئة الصحة بدبي، ودائما ما نستفيد منه في العديد من المواضيع. حسني يعني مرينا على سنة مميزة في هذا العام، مرينا على الكثير من الأحداث الجميلة في هيئة الصحة بدبي، واللي استطعنا أن نواكبها اللهم لك الحمد من خلال هذا البرنامج الإذاعي. فاليوم يعني هذه آخر حلقة في الموسم، شو تبغي تقول للمستمعين؟ شو تبغي تقول للجمهور؟ وأيضا شو نوعدهم إن شاء الله في مع بداية الموسم القادم؟ السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة نحن كنا سعيدون جدا بهذه النافذة الإعلامية التي كنا على تواصل مباشر مع المستمعين، ونعتقد الحمد لله قد قدمنا الكثير من الفقرات المفيدة والمهمة لهم، كما أيضا كان لملاحظاتهم واقتراحاتهم الأثر الكبير في إثراء هذا البرنامج. ونحن حقيقة سعيدون جدا بهذا البرنامج الذي يجعلنا على تواصل دائم مع المستمعين، ونوعد أعزائنا المستمعين في الموسم القادم أن نكون عند حسن الظن، وأن نقدم لهم كل ما يخدمهم ويخدم تطلعاتهم وتوقعاتهم من هيئة الصحة بدبي إن شاء الله. أكيد يا حسني، يعطيكم ألف عافية على جهودكم في صحة وسعادة، وإن شاء الله الموسم القادم يكون بعد أجمل بجهودكم إن شاء الله. وأيضا لا أنسى أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ محمود يوسف والدكتورة ندى الملا، الحقيقة كانوا يعني جدا متميزين في تقديم البرنامج، وكان لملاحظاتهم على حلقات التي كنا نقوم بإعدادها كانت ملاحظات متميزة صراحة، وتمكننا من تقديم الأفضل عبر الحلقات الماضية. ما تقصر يا يوسف. شكرا حسني، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا أستاذ حسني البلاونة، يعني كان من المميزين معنا في هذا البرنامج، وأيضا أنت شفتي ما شاء الله أستاذ حسني يصلح يكون بعد مقدم لهذا البرنامج، يغطي الأحداث ويتكلم، وما شاء الله يعني اليوم ساحبين السحب عشان بس ناخذ منه هذا التصريح. يعطيهم العافية، فريق عمل مميز جدا كان في برنامج صحة وسعادة. هني ما أبغي أنسى بعد دكتورة أني أنا أبغي أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة دبي للإعلام، وبالتحديد إذاعة نور دبي من مديرها الأخ والأستاذ محسن حسن، وأيضا العاملين معنا في هذا البرنامج. إن شاء الله ما أنسى اسم أي شخص، وإذا نسيت ذكريني يا دكتورة. أبغى أتوجه حق ميرا الغفلي بشكل خاص، كانت معانا في هذا الموسم يعني في معظم الحلقات، ما اختفت عنا إلا في رمضان، انضمت لنا إسراء الهاشمي فترة رمضان، شاكرين لهم هذا التعاون. أيضا في بعض الحلقات كان ميرا المري والنجاة السويدي زاهم الله خير ما قصروا، كانوا يتعاونون معانا. أيضا أبغى توجه للمخرجين، فريق الفني الكبير بالشكر الجزيل لي، يا رب ما أنسى حد. اليوم أنت عندك محمد الصفار أظني. نعم صحيح. أيوة زين. كل الشكر محمد الصفار، عيسى سبيل أول شخص بدينا معه أول موسم
كان مخرج عندنا واستمر معنا فترة طويلة وأيضا يروح ويرجع، ولكن دائما ما تكون يعني هذا يكون هذا التنوع الكبير أكيد إضافة للبرنامج وإضافة للعمل في البرنامج في أفكار جديدة تطلع وتنطرح. شكرا لأيمن سرحيل كذلك، شكرا لنمر محمد عابده، ناصر السليمي كان معنا بعد كذلك في فترة مميزة. ذكريني في حد نسيته دكتور، نسينا وائل، وائل قواسمة، لا هذا ما له داعي ما نقول اسمه يعني حلقتين ولعوزنا وراح. لا شكرا جزيلا كذلك للأخ بعد وائل قواسمة. ومنو بعد في شيء ثاني نسيته دكتورة؟ لا ما نسينا حد. إنزين، كل الشكر لجميع العاملين في مؤسسة دبي للإعلام على يعني دعمهم المستمر لإيصال هذه الرسالة اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي، ونسعى لها نحن أن نوجد يعني مجتمع أكثر صحة وسعادة، مجتمع قادر على أن يعني يواكب هذه التطورات المستقبلية في القطاع الصحي. وايد ضروري ان احنا نشارك المجتمع بكل المواضيع اللي قاعدين نطرحها، سواء كانت استراتيجية سواء كانت عملية تخصصية شو ما كان. عندنا يعني هذه البوابة اللي يعني فترة ان شاء الله ما نوقف فيها، ولكن ما نرجع ان شاء الله بعدها بقوة بفقرات جديدة. ايضا دكتورة يعني انا كلمات الشكر صراحة ما توفيج حقك. لا ما له داعي محمود تشكرني أنا. إن للأمانة يعني كنتي معانا في هذا البرنامج وجزاك الله خير فوق مهامك الطبية والصحية والإدارية، كنتي يعني ملتزمة معانا إلى حد ما يعني إلى حد ما. لا تولف، كنت ملتزم معنا بهذا البرنامج لأنه يعني هو جهد فوق الجهد اللي أنت تبذلينه، فكل الشكر لك دكتورة. وأيضا ما أنسى أشكر جميع القطاعات في هيئة الصحة بدبي على تعاونهم، الإدارات من غير استثناء. صحيح. من غير استثناء أتوجه لهم بالشكر الجزيل، لأن نجاح البرنامج كان من خلالهم هم. صحيح. لأن معظم لو ما كانوا متعاونين معانا، لو ما كانت هذه الروح الجميلة اللي موجودة عندهم لإيصال هذه الرسالة اللي تسعى لها هيئة الصحة بدبي، ما كان البرنامج طلع بهذا الشكل. صحيح. ولكننا نحن وصلنا لكم بهذا الشكل. سامحونا الحلقة شوية تحولت إلى حلقة ختامية، حبينا بس إن هذه المشاعر الطيبة، هذه الأمور اللي نحملها للمجتمع، نحملها للمستمعين الكرام. نعم. وأيضا يعني نقول لهم يعني سامحونا على القصور، دائما ما في عمل كامل، ولكن نحن يعني نسعى قدر الإمكان إلى الكمال، نسعى قدر الإمكان إلى يعني نوصل لهؤلاء المستمعين بالشكل المناسب بالطريقة المناسبة. فجزاكم الله خير، ما قصرتوا، مشكورين على كل الاتصالات وكل المسجات وكل التفاعل اللي كان من خلال الفترة الماضية حول هذا حول هذا البرنامج او حول المواضيع اللي كانت تطرحها هيئة الصحة دبي. وايد تكلم دكتورة، ما ادري اترك لك المجال انا ان شاء الله خلال هذه الثلاث دقائق. شوف احسب لك انا، يلا تحسب لي ثلاث دقائق على البرنامج. تام، اترك لك هاي ثلاث دقائق كذلك ان كنت يعني تختمين البرنامج وان شاء الله ختامه مسك من خلالك ان شاء الله. شكرا لك يا محمود يوسف، كان معنا في بث مباشر من الورش التعريفيه والتوعيه بالهيكل التنظيمي الجديد لهيئه الصحه بدبي. طبعا محمود ما شاء الله كفى ووفى في شكر كل الناس اللي كانوا متعاونين معنا في صحه وسعاده. طبعا ما في برنامج يقوم على فرد أو فردين، هو عبارة عن فريق متكامل، سواء كان من إعداد، من إخراج، من تنسيق، من ضيوف. الضيوف هم طبعا ركن أو حجر الأساس في أي برنامج، كان إذاعي كان أو تلفزيوني كان، لأن هم الذين يثرون البرنامج. دور المذيعين دائما، أنا دائما أقول دائما دور المذيع دور 20% من البرنامج، ولكن 80% الباقي كله يعتمد على الطاقم والفريق الموجود معانا وضيوفنا الجميلين اللي يستقطعون من يومهم المزحوم هذه الدقائق عشان يونا في البرنامج ويثرون معلوماتنا ومعلوماتكم أكيد بإجاباتهم على الأسئلة، بمناقشتهم الأمور الطبية، بأحدث ما توصل إليه العلم. هذا كله من وقتهم يونا هني البرنامج، فشاكر لكل
ضيف تواجد معانا في صحة وسعادة خلال الموسم. شاكر لكل شخص تعنانا ووصلنا. في ناس حليلهم كانوا بعد مناوباتهم الليلية يونا، في ناس في أيام إجازاتهم كانوا يونا، فشكرا لكم جميعا. وإن شاء الله يكون الموسم الجديد أحلى وأحلى، ضيوف يكونوا متجددين، ضيوفنا الجميلين في الموسم السابق أكيد بيكونوا إن شاء الله موجودين معانا في موسمنا الجديد إن شاء الله بيبدي في شهر 9 إن شاء الله. كم تعطين، كم دقيقة تعطيني محمد؟ بعد دقيقة خلاص؟ خلاص. أنا هني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلوا بالكم على نفسكم إن شاء الله. بالحياة نتلاقى إن شاء الله في شهر 9، إلى أن نلتقي إن شاء الله في هذاك الوقت. أتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد، أحد يحبك الأحد، خميس ونيس، سفر آمن وسليم إن شاء الله، الناس اللي بتسافر تروحون ترجعون بالسلامة، هلا هلا بعمركم، ونشوفكم إن شاء الله على خير. في ختام البرنامج دائما وأبدا هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا تقول لكم إلى أن نلقاكم دمتم في صحة وسعادة.